السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على لي بلاكيت دو فران، او ما يسمى بمكابح السيارة باللغة الانجليزية سميتهم بريك بادز. غادي نهضروا على الدور ديالهم ومناش هما مكونين وقتاش ممكن نبدلوهم. وفي اخر الحلقه غادي نهضروا على الماركات اللي كاينين في السوق واللي الجوده ديالهم مزيانه على حسب الترتيب ديالهم. المهم باش ما نطولوش بزاف، لي بلاكيت دو فران كيكونوا على هذا الشكل، وعلى حسب كل سياره والشكل ديالها كيكون هذا الشكل، كيكون هذا الشكل صغير، فهمتي؟ كل حاجه وكل سياره والشكل ديالها. بالنسبه لاول صنع ديالهم كان في سنه 1888 من طرف واحد السيده سميتها بيرتا بنز، سيده المانيه. المهم سنه 1888 تم الاختراع ديالهم. بالنسبه للدور ديالهم راه هما الاساس في الفريناج ديال السياره، يعني في الفرمله ديال السياره هما الاساس، هما ولي ديسك دو فران. وبالنسبه للمكونات ديالهم على حسب الماركه، يعني كل ما كانت الجوده مزيان ما كيكونش الغش، باش نقولها بصريح العباره ما كيكونش الغش في المواد، كيكون مصوبين بالنحاس والجرافيت والسيراميك والحديد والبرونز. يعني ملي كتكون الجوده طالعه على حسب الماركه، بحال دابا هاد لا مارك تي ار دبليو، يعني ما كيكونش الغش، كيكون النحاس بواحد النسبه صحيحه، الجرافيت هو بواحد النسبه، كل المواد كيتخلطوا بواحد النسبه كتكون اللي مزيانه. كاين ماركات العاديين كيكون واحد الغش في النسبه ديال هاد المواد هادو. بالنسبه للتغيير على حسب السياقه، كل واحد كيفاش كيسوق. كاين اللي كيسوق بواحد الطريقه كتكون شويه عنيفه، هذاك كي يعني لي بلاكيت راه غير كيساليو، يعني ما كيضربوش ليه بزاف. كاين اللي كتكون عنده سياقه ديالو مزيانه، يعني كيصبروا ليه واحد شويه، وعلى حسب سميتو المده الاستعمال، يعني ما عندهمش واحد المده محدده كما قلت، على حسب الطريقه ديال السوغان ديال الانسان. بحال دابا نعطيكم مثال، كاين الفرق ما بين لي مارك، يعني اللي غادي ننصح به كاينه هاد لا مارك هادي تي ار دبليو في، وكاينه بحال دابا نعطيكم ها نتوما، كاينه هاد لا مارك هادي، هاد الماده، المواد اللي كاينين اللي كتخدم بهم هاد لا مارك، الماده كتكون مواد صحيحه، يعني ما كاينش الغش فيها، يعني كما قلت في الاول، يعني النحاس كيديروا نسبه صحيحه من النحاس، نسبه الجرافيت، يعني كيتبعوا هذوك كاملين، الجرافيت، السيراميك، الحديد، البرونز، كلهم بواحد النسبه صحيحه. بحال دابا هانت نفس الشكل هما في ماركه اخرى، شي ما كاينش فرق بيناتهم، ولكن هذه كتلقى البلاكيت ما مخدوماش مزيان، فهمتي؟ هذه دابا هذه كتصبر على هذه، هذه تقدر مثلا على حسب السياقه تقدر تضرب لك حتى 50000 كيلومتر، هذه دغيا كيتكالو، يعني واحد 20000 كيلومتر صافي، وكتبدا تسمع التصفار ملي كتبغي تفراني كتبدا تسمع التصفار بزاف، هادو لا، هادو ما كيديروش التصفار. بالنسبه للتيموا غادي نوريكم واحد القضيه، ها نتوما بحال دابا الناس اللي هاد النوع، كاين واحد النوع فيه التيموا، التيموا هو هاد الكابل اللي خارج، هذا كيلصق في واحد المانو في جهه لتحت في الديسك الفران، كيلصق في واحد المانو باش كيطلع، باش كيعطيك في الطابلو، كيافيشي في الطابلو، الا شعلت لك البوله ديال البلاكيت راه خصك صافي وصلتي للحد الادنى ديالها، ديال الاستعمال ديالها، ما خصكش تزيد عليه. كتعلمك السياره، كتعلمك، كتقول لك بان البلاكيطات الفران صافي راه سالات. شوفوا الفرق اللي كاين، نجيب لكم واحد البلاكيطه هذه صافي، شوفوا الفرق كي كيكون الفرق في السمك، شتي؟ هادو راه وصلوا لمرحله الخطر، يعني اللي كيخلي البلاكيطات توصل لهاد المرحله راه ما يعني اقل شيء اللي تخليت هو هاد السمك هذا، ها هو راه هنا مازال كيبان واحد شويه، شي الفرق اللي كاين. يعني النصيحه من عندي بالنسبه للسيارات اللي مجهزين بهاد التيمو هذا، ملي تشعل لك البوله صافي ما تزيدش ما تزيد حتى نهار حتى يومين، صافي كتعلمك الطوموبيل بان راه خصك تبدل البلاكيت الفران. بالنسبه للثمن ديالهم راه من بالنسبه للسيارات العاديه والقديمه راه من بالنسبه كنهضر هاد لا مارك تي ار دبليو في، يعني من 150 درهم راه كيوصلوا حتى ل 1000 درهم، 1200 بالنسبه للسيارات الجديده.
الفقرة الأخيرة اللي غادي نهضروا عليها حاجة أخرى، ملي كتخلي البلاكيطة توصل حتى لهذا الحد، لا هذه بلاتي، ملي كتخلي البلاكيط توصل حتى لهذا الحد هذا، راه ماشي غير البلاكيط اللي كتموت، راه كتخسر حتى في الديسك دو فران. حتى الديسك دو فران كيولي كيتكال حتى هو، كيولي خصك كتزيد عليك مصاريف زايدة، كتولي خصك تشري البلاكيط وتشري معاه حتى الديسك دو فران. يعني من الأحسن صافي الانسان يبدا يسمع شي تصفيره، يسمع شي حاجه، يمشي للميكانيسيان يقلب، غادي يلقى بان لي بلاكيت صافي ينقصوا، يمشي يشري بلاكيت واحد اخرين. ونصيحه نعطيها لبعض الناس، بحال دابا الانسان ملي كتشوف مثلا كاين واحد الطرق باش تطول في هذه المده ديالهم، بحال دابا الانسان ملي كيشوف الفيروج شاعل الضوء الاحمر صافي شعل، صافي يدير البوامور ديالو ويخلي الطوموبيل تمشي شويه حتى تيفراني. كاين سبحان الله كاين شي بعض الناس كي راه كيبان ليه الضو احمر شاعل وكي غادي الطوموبيل طروازيام كثير حتى تيوصل للفران، عاد كي تيوصل للفروج عاد كيفراني. علاش؟ ما الطريقه غير كتزيد عليك الطوموبيل، الديسك ثانيه كيتكال، البلاكيت كيتكالو. يعني انسان كل ما غير طريقه ديال السوغان ديالو راه كيربح في هاد البياس، ما كيتبدلوش بالسربه. الفقره الاخيره اللي غادي نهضر عليها هي الماركات. اول ماركه في السوق كنهضر انا في المغرب، احسن ماركه كاينه تي ار دبليو هادي، ومعها بريمبو، كاين واحد لا مارك بريمبو انا نوريها لكم في الصوره. وكاين في المرتبه الثانيه كاينه فيرودو وبوش، راه ما عنديش دابا، غادي نوريهم لكم في الصوره. وكاينه في المرتبه الثالثه كاينه هادي ريمسا، هادي صنع اسبانيا حتى هي ما بيهاش. وكاينه ميتيلي ديال الطاليان، انا نوريها لكم حتى هي في الصوره. وهادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم، وما تنساوش تدعمونا وتشتركوا في القناه، واللي عنده شي تساؤل مرحبا يكتب التعليق ديالو وانا غادي نجاوبه. تبارك الله عليكم.